الحمد لله غتبدا السنه الكرويه الجديده 2021-2022، ودابا حنا في صدد كنوجدوا المدرسه باش تشتغل، والاداره راها كاينه ديال الفريق رشاد البرنوصي، راها كاينه في السيت اللي لايحه رشاد البرنوصي في الباج ديالها. بالنسبه للانسكريبسيون راها بدات، بالنسبه للمسائل ديال الانسكريبسيون هذه خاص الاباء واللي مسؤول على شي طفل باش يقيدوا في فريق رشاد البرنوصي، في مدرسه ديال فريق رشاد البرنوصي، يتصل بالاداره ولا بالرقم اللي كاين في, 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 في السيت. الحمد لله هاد السنه هذه بغينا نشتغلوا مع الوليدات في ظروف جيده، ما حد كاينين ملاعب القرب اللي كاينين دابا في الكابلان، وكاينين شي ملاعب اللي غادي يتعنوا عليهم قريبا ان شاء الله، اللي غتشتغل فيهم المدرسه ديال فريق رشاد البرنوصي. وحنا الحمد لله بهذا المنهج الجديد اللي جاب السيد الرئيس ديال باش يهز وتيره الرياضه بالبرنوصي، وبالخصوص فريق رشاد البرنوصي اللي الحمد لله دابا الفريق الكبير، الفريق السنيور، الفريق الكبار اللي كيشرف عليهم السيد البكاري غادي في الطريق الصحيح. وكاينه لا فورماسيون بري فورماسيون اللي كيشرف عليها سي يونس منقاري، وكاينه ليكول اللي كيشرف عليها عبدو ربيه. اذا بالنسبه لليكول راه كاين هذا العام، هذا كاين ان باك بالنسبه للوليدات اللي كاين فيه سيرفيت وفيه توني كومبلي وفيه ساكادو والكاسكيطا والقرعه ديال الماء. وهذا العام ان شاء الله غادي نحاولوا باننا نشتغلوا على 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 التباعد وعلى التعقيم باش ننقصوا من هذه الحالات ديال المرض اللي كاينه في المغرب، وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يوفقنا وياكم. والحمد لله المشروع اللي جايب السيد الرئيس للفريق رشاد البرنوصي راه كيطمح لي اي واحد بانه يشتغل فيه وتا هو يشارك في النجاح ديال هذا المشروع هذا. وكنشكر الجميع وكنتمنى للجميع ان شاء الله التوفيق بفريق رشاد البرنوصي، والسلام عليكم.